اهلا بيكم في ثالث حلقه من ازاي نبطل نبقى تعس. اتكلمنا في حوالي حلقتين، اول حلقه اتكلمنا عن المقارنه، ثاني حلقه اتكلمنا عن ازاي نتحكم في الحاجات اللي بتدخل دماغنا. ثالث حاجه هنتكلم عن الاكل. الاكل من اكتر الحاجات اللي بتاثر على المود بتاعنا. لما بناكل حاجات تقيله ووجبات تقيله بتلاقي نفسنا داون، او ان انت الطاقه بتاعتك قليله او كده. ولما بتاكل حاجات فريش او حاجات هيلثي بتلاقي نفسك فايق ومبسوط. مبدئيا اشوف انا باكل قد ايه اصلا، باكل قد ايه عامه، وباكل ايه، وبعد كده انا بشرب ميه قد ايه، لان الميه من اكتر الحاجات اللي بتاثر على المود بتاعنا. انا كان ليا تجربه مع موضوع الميه ده، ان انا كنت باخد كورس، الانستراكتور قال لنا ان احنا لازم خلال الاسبوع ده انتشنلي او ناخد بالنا ان احنا نشرب ميه كتير. فلقيت نفسي البرفورمانس او الاداء بتاعي في الشغل عالي جدا، لدرجه ان زمايلي استغربوا ان انا الاداء بتاعي عالي في فتره صغيره كده. فلازم نركز في موضوع ان احنا نقصد ان احنا نشرب ميه كتير. ثالث حاجه نبتدي ناكل حاجات طبيعيه اكتر، يعني كل ما الحاجه بقت مصنعه كل ما هتاثر على المود بتاعنا بطريقه سلبيه، وكل ما الحاجه بقت طبيعيه كل ما هتاثر على المود بتاعنا بطريقه ايجابيه. فلازم على قد ما نقدر ناكل الحاجات اللي هي ما تعرضتش لتصنيع، كل ما تكون حاجه لسه طالعه من الارض احنا كلناها على طول احسن بكتير من عدت على بروسس او عدت على اجراءات عدت على مراحل تصنيع كتير. دي تالت حاجه ممكن نعملها عشان نبطل نبقى تعس.